السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. أنا دكتورة إيمان، لو دي أول مرة تشوفني هتضغط علامة اشتراك، ولو عجبك الفيديو هتعمل علامة لايك وتفعل علامة الجرس. النهاردة الفيديو اللي هتكلم فيه أو الموضوع اللي هتكلم فيه على إن أنت هو يخص طائفة معينة، ما يخصش كل الناس، يعني يخص فئة محدودة من الناس. كيف تتغلب على أحزانك لو فقدت لا قدر الله أي عزيز لديك أو حصل لك أي ظروف. اللي دفعني للفيديو ده واقعتين اتنين حصلوا لي. احدى الواقعة الاولى ان كان احدى الصديقات كانت مرتبطة بحد ومخطوبة لمدة سنتين ثلاثة، وبعدين مرة واحدة تخلى عن هذا الشخص وقال لها خلاص مش عايز يكمل مشوار، وسابها وسافر وارتبط بواحدة تانية. فصاحبتي دي كانت منهارة حرفيا، يعني كل حاجة في نظرتها متضايقة، وكل الدنيا حواليها سودة، ومش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تتغلب على احزانها وتطلع بره احزانها دي. الواقعة التانية كانت سيدة اخرى فقدت مامتها، وكانت هي وحيدة مامتها، وبرضه كانت غارقة في احزانها ومش عارفة تتصرف ازاي في الحزن الكتير اللي هي حواليها. ف يعني احدى الصديقات قالت لي تعالي ودي لها بعض النصائح، على اعتبار ان انا ليا يعني خبرة في هذا المجال، انا فقدت اشخاص عزاز عليا كتير. فقالت لي قولي لها نصيحة ممكن تخرجها من المود اللي هي فيه. فانا قلت للاثنين نفس النصائح، والحمد لله كانت نصائح مجديه ومثمره، والاثنين الحمد لله قدروا يتخلصوا بسهوله من احزانهم. وحكيت لهم كمان قصه القارب الفارغ. هقول لكم على مجموعه خطوات تقدروا انكم تتخلصوا بيها من احزانكم بسهوله جدا، الحمد لله ان شاء الله يا رب ما حدش يجيله اي حزن، نقدر نتخلص بيها من احزاننا بسهوله. ندخل في الموضوع على طول زي ما احنا متعودين. اول طريقه عشان تقدر تتخلص بيها لو اصابك اي حزن او فقدت اي حد او مثلا لا قدر الله حصل لك اي حزن او اي حاجه، العمل الجاد. العمل الجاد ازاي؟ يعني انت مثلا بتشتغل 8 ساعات في اليوم، لا ما ينفعش، اشتغل كمان 8 تاني. اشغل نفسك بالعمل حتى لو كان الاجر ضعيف وضئيل جدا، حتى لو كان يعني باجر بسيط جدا، زي ما احنا نقول مثلا ما يجيبش همه او ما يجيبش مقدار التعب بتاعه. اشتغل، يعني ما كان بيحصل لي لا قدر الله حاجه او يحصل لي فقد عزيز، كنت بشتغل مثلا من الساعه 7 الصبح لغايه 9 مساء. لما انت تشتغل على طول طول النهار ما بتسيبش فرصه لاي حزن ان هو يقدر يهاجمك. كل ذهنك بيبقى مشغول بالشغل، العمل بيبقى فيه مشاكل، بيبقى فيه افراح، بتندمج في مجتمع الزملاء والزميلات، فمبقاش عندك اي فرصه انك تفكر في اي حزن. لو اصابك اي حزن اول حاجه هتعملها هتشتغل بشكل كبير جدا دون اي توقف، حتى لو الاجر بسيط. الحاجه الثانيه اللي هتقدر تعملها هي الاعمال التطوعيه. يعني ايه الاعمال التطوعيه؟ تشترك في دار ايتام، تشترك في دار مسنين، عشان تعرف انك انت لست المبتلى الوحيد. يعني انت لو مثلا رحت اشتركت في دار ايتام، كنت فقدت مثلا والدك او عزيز او شخص عزيز عليك او صديقك او حاجه، هتلاقي ناس اطفال صغيرين لسه في بدايه حياتهم فاقدين والديهم هما الاثنين، هتلاقي ناس مبتلين ابتلاءات اكتر منك كتير، فمش هتفكر في الابتلاء الصغير اللي انت فيه ده. يبقى اول حاجه عشان تقدر تهرب من احزانك العمل الجاد الشاق المستمر حتى وان كان الاجر بسيط. الحاجه الثانيه الجا بسهوله الى الاعمال التطوعيه عشان تقدر انك انت تعرف ان في اشخاص مبتلين اكتر منك. الحاجه الثالثه ابتعد عن التصرفات السلبيه. ايه التصرفات السلبيه دي؟ ما ينفعش انك انت لو كان عندك حزن او حد تعبان او حاجه زي كده، او حد لا قدر الله انتقل لجوار الله او حاجه، انك انت تنام طول النهار وتستيقظ طول الليل، هذا ليس حل. ابتعد عن التصرفات السلبيه دي، خليك انسان عادي، حاول انك انت تعيش حياتك العاديه، حاول انك تعيش حياتك اليوميه بشكل كويس، وابتعد عن انك انت تنام طول النهار وتستيقظ طول الليل عشان ما تقابلش حد، ده تصرف سلبي. الحاجه الرابعه ابتعد عن الاشخاص السلبيين. يعني ازاي ابتعد عن الاشخاص السلبيين؟ يعني انا مثلا كانت في يعني فقدت والدتي في بدايه مراهقتي، فكان دايما لما واحده تقابلني تفضل تحضني وتبكي تبكي، كل ما تقابلني تفضل تحضني وتبكي ويا حبيبتي يا بنت الغالي، وتفضل قس على هذا، فضلت على الحكايه دي مثلا سنتين ثلاثه، كل ما تقابلني تفضل، لدرجه ان انا بقيت اهرب منها، مش عايزه كل شويه حد يضايقني ويقول لي هذا الامر. فالناس السلبيين اللي بيقول لي يا خبر انت صعبان علينا، الحاجات دي ابتعد عنهم، ابتعد عن الناس السلبيين. في نصيحه اخرى في هذا الامر، هي أهم نصيحة بقى، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إنه لا مهرب منك إلا إليك. إلجأ إلى الله، صلي كتير. يعني سبحان الله لما حد كان في الأيام الصحابة حد يفقد عزيز يتوجه إلى الله ويشكر الله على ما يعني كلنا طبعا عارفين قصة سيدنا أيوب، فقد أولاده، فقد أمواله، فقد كل حاجة، وما زال يشكر الله، وما زال يتعبد إلى الله ويبتهل إليه ويسبح فتسبح معه جميع الخلائق. فأنت لو حصل لك أي حاجة أعرف إن دي سبحان الله حكمة من ربنا أنت لن تدركها. إلجأ إلى الله مرة واثنين وثلاثة وهكذا.
انا مش عايز اطول عليك في الفيديو، بس في حاجات كتير ممكن نلجأ اليها في احزاننا لو هاجمك الحزن. هحكي قصه القارب الفارغ كده على عجاله من امري. كان في دايما لما بيكونوا البحاره معاهم سفينه كبيره قوي وهاجمهم مثلا سمكه قرش او حاجه، وتفضل تهاجمهم، فالبحاره عشان يخلصوا من هجومها ده بيرموا لسمكه القرش دي قارب فارغ، فسمكه القرش تفضل تهاجم القارب الفارغ وتنساهم تماما، لدرجه انهم يقدروا يصيدوا سمكه القرش دي طالما هي بعيده عنهم. فانت نفس الحكايه، لو هجمك الحزن اللي عامل زي سمكه القرش ده وهجمك هتعمل ايه؟ القي له عمل تنشغل نفسك فيه، القي له اي حاجه، وهتقدر بسهوله تتخلص من احزانك. كمل دراستك، شوف دراستك العليا، اساعد الناس، حاجات كتيره نقدر نتغلب بيها على احزاننا. الموضوع ده طبعا طويل، عايز اكتر من فيديو، لكن انا هكتفي بهذا القدر وهكتفي بالفيديو ده. الحقيقه طبعا انا حابه ان انا اتكلم فيه، لكن لو عجبك الفيديو هتدوس على علامه اشتراك وهتدوس على لايك. اقابلكم الفيديو الجاي. دمتم في رعايه الله وامنه.